السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. ورجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي ديدبول الأسبوع السابق. للأسف تحدي ديدبول هذا الأسبوع ما ظهر لي، يعني أشوف أكثر اللاعبين يعانون منه، وأكثر من قالوا لي، يعني سألت أكثر من واحد ما انفتح لهم التحديث. مثل ما تشوفون نزل هذا الاستعراض مال ديدبول، بما أنه ديدبول دخل وبعدها دخلت على ايتم شوب ديدبول، راح يسوي الحركه وراح يدفع الايتم شوب، راح يحول الايتم شوب الى البندل والاشياء النزلات اللي ويا سكن ديدبول. طبعا لحد الان ما مفتوح، ما اعرف شنو السبب، ممكن راح ينفتح بعد كم ساعه او غلط باللعبه. اكيد شركه فورتنايت تعرف اكثر، واللي يعرف السبب ممكن يكتب لي صندوق التعليقات. وانا اشكركم للدعم المتواصل، وصلنا 20,000 صديق واخ في القناه، شكرا لدعمكم. لن تواصل ان شاء الله، نوصل اكثر واكثر بتواجدكم. مثل ما تشوفون هذا البندل راح يكون ب 2000 في باكس، واللي مثل ما تشوفون راح يكون ب نوعين او رقصتين، واللي هو اللي ماطور صغير او دبابه صغير، واللي هو بيكاكس، وايضا راح يكون جلايدر او المظله اللي راح تنزل بها. بس لا تنسون شباب، لا تنسون دعم الكود اللي هو HUN53، اللي راح تدخلون دعم بسيط يكون للقناة ان شاء الله. مثل ما تشوفون اشتريت وفتحت هذا البندل ب 2000 في بوكس، وراح نجي ونشوف. طبعا اني فكرت بهواي شغلات، قلت بلكي يعني راح ينفتح لي التحدي اذا رحت لليخت. مثل ما تشوفون شكل اليخت متغير، هواي ناس فتحت السكنات، دا اشوفهم ودا انقهر، يعني بس باقي شوية ابكي على مود هذا السكن ينفتح لي. مثل ما تشوفون ايضا ما انفتح لي ورجعت لنفس المكان، يعني رجعت لنفس المكان. فالتحدي بسيط جدا، واني شفته وعرفت التحدي، واليوم هو المفروض اللي ينزل التحدي. بس شوفوا مجرد الاسبوع السادس، يعني اعتقد اللعبه مقلشه عندي وعند اكثر من لاعب، راح يطلب منك مكان مسدسين للديدبول. مسدسات ديدبول راح تلقى اول مسدس راح يكون تحت طاوله التحديات اللي موجوده بالباتل باس، باتل باس، والثاني المسدس راح يكون بالميوسكول اللي هو راح يكون على يمين ميوسكول عند الاثقال او عند الحديد. والتحدي الثاني بعد ما اخذت المسدسين مثل ما ذكرت بال هسه، واللي راح يكون روح لمنطقة جروتو، واللي راح تدخل بهذا اللي اجلكم الله مثل مكان مال الزبالة، وراح تدخل بمكان مال هاتف، وراح يكمل عندك التحدي لديدبول هذا الاسبوع. شباب لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، ادعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة، واللي يعرف سبب عدم ظهور السكن ديدبول خليك تكتب لي بالتعليقات. كان معكم انتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.